هو فرصتك الوحيدة عشان تتوب من ذنوبك. هتقابل ربنا بصحيفتك دي ازاي؟ صحيفة فيها حسنات وسيئات وفترات غفلة لا قطعت ولا قصيت فيها. الحسنات اللي انت عملتها تكفي انك تقابل ربنا بيها، ولا ممكن يتقالك في وسط 50,000 سنة بتوع يوم القيامة رصيدك خلص بس الحساب لسه مخلصش؟ سيئاتك اللي انت عملتها تبت ربنا منها، عملت حسنات تعوضها، فترات الغفلة اللي موجودة في حياتك حاجة عرضة ولا كتير لدرجة انك تخجل انك تقابل ربنا بيها؟